إسقاط نظام صدام حسين كان نعمة ما احترمناها. هيكلية النظام الحالي الدستورية والقانونية لا بأس بها، ويمكن تعديل السيء منها. المشكلة عندنا بالأشخاص، بالقيادات، بالزعامات وأدواتهم. وإنقاذ العراق من اللي هو بيه واللي رايح له سريعاً ترى ما يصير لا بسيسي مصري ولا بقيس سعيد تونسي ولا بانقلاب عسكري. الوضع يمنا مختلف جداً، حتى لو طال الزمان، بس الحل بالعراق يكمن بالاعتماد على نفس آليات النظام لتغيير سلوك النظام. شلون؟ كلش سهلة. قانون انتخابات منصف وعادل، مو هذا الموجود هسه. تنافس انتخابي متوازن بين جميع القوى، مو مثل التوازن المختل الموجود حاليا. وعي مجتمعي، مو مثل الإحباط اللي موجود عند المجتمع الآن. مشاركة كثيفة وواسعة، مو مثل مشاركة 2018 أم 18%، وذني كلهن ما متوفرات بانتخابات 10-10. يعني لا تتوقعون بنفس المدخلات تطلع عنا مخرجات مختلفة.